احتفل سكان منطقة القبائل في الجزائر بالذكرى 28 لما يعرف بأحداث الربيع الأمازيغي. الاحتفالات جرت في أجواء سلمية خلت من أي حوادث، لكنها لم تخلو من مطالب ما يزال الأمازيغ يطمحون للظفر بها. لأول مرة يسود الهدوء مناطق القبائل في ذكرى 28 لأحداث الربيع الأمازيغي دون وقوع أحداث تذكر. المسيرات التي نظمت في الذكرى تمت في أجواء سلمية، لكنها لم تخلو من المطالب التي لم تتمكن الحركة الأمازيغية من الظفر بها. الربيع الأمازيغي تاع 80 إلى يومنا هذا خطونا خطوة كبيرة أطاسين الحرارة بزاف، لكن مش بالأسلوب واللي حبيناه احنا، صدير مازال ما وصلناش للشيء اللي مرغوب فيه، مازال الصودرة أن إذا كان نتمنى. ضغط الشارع الذي مارسته الحركة البربرية في أعوام التسعينيات وبدايات الألفية الثالثة دفعت السلطات الجزائرية إلى الرضوخ لمطالب الهوية، واستطاعت انتزاع مطلب إقرار اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية ثانية وأدرجت في الدستور. ووصفت الخطوة آنذاك بأكبر الإنجازات تحصل عليها الحركة في نضالها. ماشي راضيين لنا وراضيين كليا، ماشي راضيين كليا، خطر الأمازيغية هذا وين بدات، يعني راهي صغيرة في العمر وكل اللغات تتبنى في قرون وقرون. ويسعى باحثون في الحركة الثقافية البربرية إلى إجراء مسح عام حول الأمازيغية في أقطار الشمال الإفريقي بهدف إعادة إحياء التراث اللغوي لقبائل الأمازيغ. احنا في إعداد قاموس، وقاموس بالأمازيغية، كل ما هو يتعلق وكل ما يشمل الطبيعة. الطبيعة في علمكم بأنها تشمل كل ما هو طيور، كل ما هو حيوانات، وكل ما هو خاصة الأعشاب، وخاصة كل ما هو نبات. وكانت أحداث 20 من أبريل عام 1980 التي يطلق عليها تسمية الربيع الأمازيغي قد اندلعت في أعقاب إلغاء السلطات الجزائرية لمحاضرة لكاتب أمازيغي كان ينوي إلقاءها في مدينة تيزي وزو معقل الأمازيغ بحجة المساس بالأمن العام، وزج برموزها في السجن. وبرزت الحركة إلى العلن في أواخر أعوام الثمانينيات إثر إقرار التعددية السياسية، وتبنتها أحزاب ممثلة للمنطقة واختارت الدخول فيما كان يسمى بلعبة المواجهة مع السلطة، ووصلت إلى حد تصادم وسقط ضحاياها قبل أن ترضخ السلطة لمطالبها. مظاهر العنف التي كانت تميز المسيرات في منطقة القبائل غابت في الذكرى 28 لأحداث الربيع الأمازيغي، والمطالب التي افتكها ناشط الحركة الأمازيغية في نضالهم تعد برأي المراقبين من الدوافع التي أبطأت مفعول الأزمة، الأزمة التي كان يقال عنها أن أهدافها سياسية أكثر منها مطالب هوية. أحمد مجاش، بي بي سي، الجزائر. معنا في الاستوديو محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. سيد زيتوت أهلا بك. بداية نود أن نتعرف على مطالب الأمازيغ في الجزائر وفي المغرب العربي بشكل عام. هناك مطالب متعددة، طبعا المطلب الرئيسي هو الاعتراف بالهوية الأمازيغية وبالثقافة الأمازيغية، باللغة الأمازيغية أو باللغات الأمازيغية في الحقيقة. هذا هو الشعار العام، لكن داخل هذا الشعار هناك خلافات وهناك مطالب أخرى تتحول من حين لآخر حسب المطالبين بها إلى مطالب سياسية وأحيانا إلى مطالب اجتماعية إلى آخره. إذن المطلب الرئيسي هو هذا وإن اختلفت المضامين الداخلية. وألا يوجد اعتراف بالهوية إذا كنا نتحدث عن 10 إلى 16% من سكان الجزائر مثلا هم من الأمازيغ، لا يوجد اعتراف بهويتهم؟ لا، هناك اعتراف في واقع الأمر، هناك اعتراف بالهوية، هناك إشكال في الجزائر، هناك إشكال ثقافي موجود، إشكال ثقافي موجود، إشكال هوية، ولكن هناك ضغط يتم بطريقة معينة بحيث لا الهوية العربية الإسلامية هي المتواجدة في الجزائر ولا الهوية الأمازيغية ولا الاشتراك، وإنما هناك هوية هجينة وعلى رأسها في الحقيقة الهوية أو اللغة الفرنسية. تقول معترف بهويتهم، ولكن عمليا ما الذي جناه الأمازيغيون والقبائل في الجزائر؟
عمليا هناك اللغة الأمازيغية الآن أو اللغات الأمازيغية في الحقيقة، لأن هناك أكثر من لغة أو لهجة أو أكثر من لهجة يعني هناك طبعا خلافات القانون اللغويون حول هذا الموضوع، هل هي لغة أم لهجة، هناك أيضا خلافات في، لكن نفترض أن هناك لغات أمازيغية هناك اعتراف بها على أساس أنها لغة وطنية متواجدة في الدستور، وطنية ولكن ليست رسمية. ليست رسمية نعم. يعني هنا نود أن نعرف الفارق بين ما يسمى باللغة الوطنية أو الرسمية. اللغة الوطنية هي أنها معترف بها على المستوى الوطني، ولكن الرسمية بمعنى أن الوثائق الرسمية لا تكتب بهذه اللغة. في الحقيقة هناك إشكال، لأن أصلا اللغة هذه يعني هذا غير مكتوبة جاء على خلفية أحداث دموية، ويقال أن ذلك الضغط أدى أو يعني فرض على السلطات إجراء تعديل دستوري واعتبار هذه اللغة لغة وطنية، ولكن الرئيس بوتفليقة يرفض أن يعتبرها لغة رسمية. لما لا؟ اللغة الرسمية الحقيقية في الجزائر هي اللغة الفرنسية، بالرغم أن يقال أن العربية هي اللغة هي الرسمية، ولكن العربية ليست رسمية والأمازيغية ليست رسمية. دستوريا هي الرسمية ولكن عمليا تقول الفرنسية. عمليا هي الفرنسية. الإدارات الجزائرية منذ الاستقلال إلى حد الآن كلها إدارات مفرنسة، مع دار وما بعض الإدارات المحلية البسيطة. وثائق الإدارة الجزائرية مفرنسة، كبار الموظفين مفرنسين. إذا شئت لا العربية ولا الأمازيغية لها حقوقها في بلدها اللي هي الجزائر. يعني الرئيس بوتفليقة تبنى حوار مع يعني المطالبين بالحقوق الأمازيغية، مستقبل ما يحدث وهل تكون هنالك مواجهات أم يتم تطويق كل شيء؟ للأسف السلطات الجزائرية لا تحاور أحد، السلطات الجزائرية تكسب نوع من الوقت. لم يحاور العروش؟ حاولوا العروش، ولكن في محاورتهم أدت إلى ضياع العروش وضياع مطالب العروش أكثر منها، لأن تم اختراق لهذه العروش عن طريق المحاورات التي تمت، وفي آخر المطاف اختيرت بعض الشخصيات من العروش وأعطيت لهم بعض الهبات المالية والمزايا المالية وانتهت القضية. وهنا اختفت حركة العروش طبعا، انما نقول نعم. الحروش نتحدث عن حركه كانت تطالب بحقوق الامازيغ. محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، شكرا جزيلا لك. مرحبا لك.